أنا عندي حلم، أنا كل طاقة، المستقبل كبير، بكرة بتاعنا. هوجد فرصتي، هوجد فرصتي. أنا اللي جاي، أنا اللي جاية. في سنة 2015 مشروع إمكان لتشغيل الشباب ودعم ريادة الأعمال في صعيد مصر بدأ بإدخال تعليم ريادة الأعمال في المدارس السنوية في محافظة إنا، والسنة دي في 2017 إمكان طورت برنامج تعليم ريادة الأعمال وطبقته في 19 مدرسة فنية سنوية في محافظة الأقصر من خلال العمل مع أكثر من 100 معلم اللي درسوا البرنامج لأكثر من 1700 طالب. ما لا شك فيه ان رحلة امكان غيرتنا احنا كمعلمين وكمدرسين، سواء كان معنا احنا او مع الطلبة. امكان عطت لنا الامل اكتر واكتر، ادتنا صبر، ادتنا عزيمة. نفسي برضو ان ريادة اعمال تبقى حاجة مقررة او نظام ثابت عشان الكل يستفيد منه زي ما نستفيد. المهارات اللي هو اكتسبها المدرسين خلال ريادة الأعمال، إزاي يبدأ يفكر بطريقة مختلفة، إزاي يحد من مشكلة الغياب، إزاي يخلي الطالب دوت ينتمي أكتر للمدرسة وللفصل ويحب المدرسة ويحب الحصة بتاعته. العلامة المبادرة تيجي من ميها نزلنا في الحديقة تحت المدرسة، كانت عبارة عن جمل ومكان فاضي، يعني كان مهمل الأول. اشتغلنا فيها بالحاجات المتاحة اللي هي الحجارة والعجل بتاع العربية، ورسمنا عليه ويعني خلناها مكان جميل. رياضة الأعمال أو المبادرة ابتدنا مثل حاجة صغيرة، ممكن نعملها حاجة نكبرها، نعملها في مدارس تانية. على الرغم ان نسبة الشباب في مصر كبيرة، الا ان نسبة اللي بيبدأ منهم مشاريعه الخاصة ضئيلة جدا، ومن هنا جت فكرة امكان اننا نشتغل مع طلاب المدارس من خلال توفير المهارات الريادية ليهم تشجعهم وتأهلهم انهم يكونوا منتجين في مجتمعاتهم. المهارات اللي اكتسبتها انا واللي اكتسبها الطالب معايا، اولا اشراك الطالب، العمل في جامعات معاه، اتقسمنا مجموعات، خرجنا عن المألوف في الفصل. المهارات اللي اكتسبتها في ريادة الأعمال، أول حاجة إني أتعاون مع الآخرين، تاني حاجة أي مشكلة تواجهنا نتعداها بسهولة. إزاي يدي لنفسه مجال ومساحة في الحوار والمناقشة؟ إزاي يسمع رأيه ورأي زميله من غير ما يعارض؟ إزاي يتقبل مثلا الفشل وما يخافش منه؟ أولا إحنا بنشد حيلنا في الشغل معهم بحيث إن إحنا ننزع قصة الصنايع، الطالب ده مش كويس عشان كده دخل صنايع، لا دلوقتي أصبح في نهوض للتعليم الفني. أنا عندي فكرة مشروع اللي هي رافعة الهيدروليك، هي عبارة عن رافعة تشبه رافعة اللي هي البندوزر أو المعدات. أنا بحلم إني أبقى مهندس في جميع المكن اللي هي الكبيرة، نفسي أبقى مهندس كبير فيها الحاجات دي. يعني الفكرة بتاعت المشروع بتاعي ممكن أشغل المصنع ب10% أو 25% من التيار المهدر. حلمي إن المشروع بتاعي يتنفذ والعالم كله يشوفه، مش بس يشوفه، يستفيد منه. بحلم بإني أفتح معرض خاص بيا، رسومات وكده، ويوصل للعالم كله. أنا بحلم بإعادة تدوير القمامة زي الجزاز مثلاً، بتكون ملهاش قيمة وبنرميها في السلة، ممكن إحنا ناخدها ونستعملها نخليها زي بازة مثلاً، ونشتغل عليها ونرسمها ومصر كلها تشوفها. إمكان، أوجد فرصتك.